شوف في جدل واضح بين المعاهد ورجال المعاهد وبين البنك وصندوق النقد ورجال البنك الدولي. يعني في هذه سلسلة متواطئة، يعني مش المطلوب من الشعب الأردني. أنا لا أوجه خطاب لحدا في الدولة، يعني لو في النظام محررين بخياراتهم اللي تتناسب مع مصالحهم قراءاتهم. هذا خطاب موجه للناس، وطنكم في خطر، معركتكم ضد البنك الدولي هي معركتكم ضد وادي عربة، وكل ما يقال عن أنه المسائل صعبة تعلموا من لبنان وتعلموا من قطاع غزة. وبعدين في مسألة احنا عندنا في الأردن، يعني مش بس الأردن، أنا بحكي عن الأردن، الأردنيون والفلسطينيون وكل الناس اللي في كل الشرق العربي، في احنا عندنا إشي اسمه الشرف. شو بحكي لك، يعني وتتحدث صحف السياسي والاقتصاد كمان، احنا يعني مش أبناء سوق، احنا أبناء مأثورات شعبية وثقافية في شرف. المعاهدة تخل بالشرف الوطني. عدوك مش بس يهددك، يعني العدو مش انه سارق ميتك ودالك مي فاسده من دجانه ثلاثه تبعت السمك يعني ساعات السمك الزبال. استاذ موفق، اخذنا الى مفرده لربما هي الاخطر بحديثنا، هو الشرف. اول شيء انا الشرف حزب الله والوطنيون اللبنانيون، اذا في شرف، اذا في استاذ موفق، اذا في شرف الاردنيين الابطال. لا 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 يا سيدي، الشرف في الاردن، في العدو في الكرامه، الشرف في الاردن على مر التاريخ وسابقه في الاردن والاردنيين 100%. مي فاسد مي فاسد، انا اخذت في الاتفاقيه 50 مليون متر مكعب. هي لك اصلا اخذتها، اما تقول ليش مي. انا لولا الاتفاقيه اخذتها. هي لك سؤال، انا محتل مغتصب يا سيدي، مغتصب قبل الاتفاقيه انا بستطيع اخذها. سؤال، اخذها بالقوه. القوه مين هاي. انت يا رجل مين انت تحارب اسرائيل؟ ايش القوه اللي عندك تحارب اسرائيل؟ خليك واقعي، خليك واقعي، خليك واقعي. انت لا تنتحر وتقول لي انا بحارب اسرائيل. عمي اسرائيل هيها، اللي بده يحارب، انا بقول اللي بده يحارب اسرائيل ويحرر فلسطين هيها. هذا قرار دولي، مش قرار دولي. الدوله ما امكانات الدوله شايفه ايه؟ الدوله ما عندها. انتحرنا في اكثر من موقف وفي اكثر من معركه، وتخلوا عنا الناس كلها ودفعنا الثمن. سعادتك يعني احنا ما عندنا امكانيات. الجيش الاردني اللي اذل اليهود في معركه الكرامه قادر انه يتقدم على حزب الله 100 مره. والله اللي بحكي هيك انا بقول ما عندك انت لا حرص على الجيش ولا على وطن. انا لما بدي اشجع الجيش الشارع اقول لهم جيشنا خذلنا بامكانه يحارب يحرر فلسطين. هذا كلام حتى في معارك العالم كلها بيعيش حساباته موازين قوة. إذا أنا بستطيع أحارب بسترد حقي بالقوة، لكن إذا أنا قدر قواتي وقدرتي وموازين القوة عندي أقل وأضعف بكثير من اللي مقابلني، كيف بدي أنتحر أنا؟ كيف بدي أفوت؟ لا أضعف أنت مقرر، لكن أنا ليش ما تقوي حالك؟ شو قوي حالي؟ نعم، أذكر مشاهدينا متابعي الأردن اليوم بأننا طرحنا سؤالا على السوشيال ميديا، هل سيسقط الأردن اتفاقية واد عربة؟ نتائج الاستطلاع جاءت على النحو التالي: 83% لا، و 17% نعم. كيف تقرأ هذه الأرقام أستاذ موفق؟ يعني رقم، يعني بإطار الممكن بأن يخطو الأردن سياسيا باتجاه إلغاء اتفاقية السلام. أنا رأيي الاتفاقية السلام مرة أخرى ليست، يعني هي ليست كام ديفيد، يعني هي لا تشبه كام ديفيد. شو بحكي لك، أوسلو ووادي عربة لا تشبه أي اتفاق بين أي دولتين متخاصمتين. هذه اتفاقية إذعان وتدخل في صميم شرايينك. أنا بدي أطلع العدو من دمي، هو في جوا العدو في قلب عمان في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كيف تقرأ هذه الأرقام؟ أنا بقرأ لو بدي أوجه سؤال للأستاذ موفق، هل بالإلغاء اتفاقية أستطيع إخراج العدو من شرياني ومن قلبي؟ 100%. كيف؟ وانت بتقول لي متغلغل اللي عند العدو في اقتصادي بدي قاتله بدي قاومه. كيف بدي قاومه وانا بالغاء اتفاقيه قبل 25 عام مجرد اعلان؟ نفترض انه بكره تم اعلان الغاء اتفاقيه وادي عربه وما ترتب عليها لا اتفاقيه غاز ولا ولا ولا، انتهينا. انا عندي، انت بتقول انا عندي العدو عندي في اقتصادي موجود، كيف بدي احاربه؟ لا، انت الغاء الاتفاقيه في العمل السياسي مش بتيجي بكره خمس دقائق باخذ قرار سكرت مش هيك. لا هلا في قراءات وفي يعني كمان هالموقف هذا المتشدد هذا لا نطلعه بكره بيسوي قراءة لميزان القوى لامكانياتك للوضع المحيط عليك. بس انت اذا رجعنا لا تاخذ القرار. طيب تاخذ القرار. ممتاز.